لولا أن داء لطف الله لأصابنا الدوار من أرجوحة الحياة، اللطف الذي يتداركنا عبر أشواط الحياة علوا وهبوطا. مدينة طفلة عاشت عناق قضاء القدر ولمسات لطف الله الأنوس. نحن الآن في منزل الشيخ أحمد جان ومع أبنائه الصغار فاطمة ومسلم وعائشة والطفلة الصغيرة مدينة. مدينة طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات. قبل سنتين من الآن وحينما كانت في 8 أصيبت بالتهاب في الدماغ، فقرر الأطباء أن يجروا لها عملية لإزالة هذا الالتهاب، وبالفعل تم إجراء العملية ليتضح فيما بعد أن الكشف كان خاطئ وأن مدينة بعد إجراء هذه العملية قد فقدت بصرها. هذا هو حال مدينة ذات 10 سنوات التي ضربت لنا أروع الأمثلة في صبرها وثباتها على دين الله عز وجل. كيف حالك يا مدينة؟ الحمد لله شكرا ما شاء الله. مدينة أنت فقدت بصرك قبل سنتين، لماذا شعرت حينما فقدت البصر؟ مدينة، أتى إليك والدك يوما وجلس معك وبكيت أو وبكى هو، ماذا قلت له؟ الحمد لله على قضائه وقدره. كيف إخوانك معك يا مدينة؟ الحمد لله خلصوا. من تحبين أكثر، عائشة أو مسلم أو فاطمة الصغيرة؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب مدينة، أنت الآن طفلة صغيرة ومع ذلك ترتدين الحجاب، لماذا تلبسين الحجاب يا مدينة؟ طيب ماذا تقولين للنساء اللائي لم يتحجبن؟ ماذا تتمنين إذا كبرت يا مدينة؟ بيت حافظا. ها مدينة تحفظين الحروف؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خم دل ذل راء زم سين شين صاد دود دو ذو عين عين فاء كاف كاف لام ميم نون واو خاء تلم بيه. تتمنين أن يعيد الله بصرك؟ إن شاء الله. مدينة، إن شاء الله نحن الآن وكل من يشاهدنا في هذه الحلقة من المسلمين في كل أنحاء العالم يدعون الله سبحانه وتعالى لك أن يعيد إليك بصرك وأن يرده إليك وأن تعودين تنظرين بعينك وأن يقر عينك بما تمنيته وهو حفظ القرآن العظيم. أنا كنت أتوقع أن مدينة حينما أسألها ماذا تتمنين تقول أتمنى أن يعيد الله إلي بصري، لكنها تمنت أن تكون من حفظة كتاب الله عز وجل. فاطمة معنا لكنها دخلت في دوامة النوم، ومسلم وعائشة ومدينة نشكركم. مدينة طلبت مني أن تختم هي اللقاء بدعاء، نستمع إلى دعائي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو لكل شيء قدير. والله я прошу тебя знания и благословения на путь прямой и единственный, а другого быть не может. Пожалуйста, о Аллах, дай всем людям здоровье и чтоб они приняли ислам. Я раб, я раб. الحمد لله، كل شيء بقضاء الله وقدره، والمسلم ما يصيبه من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الإمام البخاري رحمه الله كان طفلا صغيرا فذهب بصره، فأخذت أمه تدعو الله وتكثر من الدعاء في الليل وفي النهار، حتى رأت في منامها إبراهيم عليه السلام ويقول لها إن الله عز وجل قد رد بصر ابنك له. فلما استيقظت الصباح
وجدت أن الله عز وجل قد رد لها بصرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لعبد جزاء عند الله إذا فقد حبيبتيه إلا الجنة، ويقصد بها العينين. وبإذن الله أن المدينة يرد الله عز وجل إليها بصرها، وكلنا ندعو، وكل من يتابعنا في هذه الحلقة يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. إن شاء الله أن المدينة تحفظ القرآن كما تمنت، ويرد الله إليها بصرها. اللهم استجب. لا تقف كثيرا، فأنت على طريق الرضا. اطوي الصفحة واستمر في التبسم، فأنت في أندى لحظات العودة. والآن من أين وإلى أين؟ تجيب مدينة: إنا لله وإنا إليه راجعون. تلك هي طفلة كازاخستان، وهذا هو حديث مصابها. في ختام هذه الحلقة، لا تنسوا مدينة الكازخية من الدعاء لها بظهر الغيب، أن يرد الله عز وجل إليها بصرها، وأن يعيدها سالمة، وأن يزيدها إيمانا إلى إيمانها. ادعوا لها في صلواتكم ومع إفطاركم وفي سجودكم. تقبل الله طاعتكم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطش و